السلام عليكم، أهلا بكم في إن شاء الله بداية سلسلة جديدة على القناة. أتمنى إن شاء الله أنها تعجبكم. طيب، السلسلة دي عبارة عن إيه؟ خلينا كده نتكلم. هو أنتم ممكن تستغربوا، الناس اللي متابعاني بقالها فترة عارفة إن أنا بشرح حاجات أدفانسد شوية في الـ SDA والـ DNA وكده، فممكن تستغرب من اللي أنا هقوله، بس اللي إحنا هنبتديه إن شاء الله هو كورس CCNA. طيب خلينا كده نتكلم، احنا انا ليه ان شاء الله هبتدي الكورس دوت وهنعمله ازاي وكده. اول حاجة احنا هنبتدي ايه؟ زي ما قلنا هبتدي ان شاء الله كورس للسي سي ان ايه. طيب الكورس دوت هيبقى شامل ايه؟ عندنا شرح نظري، تمرينات عملية اللي هي اللي بات يعني تجهيز للامتحان وتجهيزات، ده اهم حاجة بقى عندي لسوق العمل. السوق الحقيقي هو عاوز ايه؟ لاني هشرح لك ليه كمان انا بعمل كده، بس يعني بسرعة كده انا بلاقي في جاب كبيرة قوي، في فجوة كبيرة ما بين اللي الناس بتذاكره في السي سي ان ايه والناس اللي احنا بنشوفها في الانترفيوهات والشباب الجديد يعني اللي جاي بيشتغل. طيب الكورس دوت لمين؟ اي حد بيحاول انه يدخل مجال النتورك، تمام، وخصوصا الشباب الصغير اللي بيبقى دايما عنده حاجز ما بين اللي هو بيدرسه في الكلية وما بين السوق الحقيقي للشغل. طيب هنعمل الكلام دوت ليه؟ تمام، احنا كده قلنا الأول ايه اللي هيتعمل لمين، هنعمله ليه. أول حاجة أنا من رأيي الشخصي، من خلال أنا بقالي حوالي 15 تقريبا 15 سنة ممكن أكتر، حاجة يعني بسيطة في المجال ده، فلاقي ان اهم جزء من حياتك العمليه لو انت عاوز تدخل فعلا مجال الشبكات هو السي سي ان ايه. ليه؟ لان للاسف بعمل انترفيوهات كتير الفتره ديت وبقابل ناس ممكن يبقى خبره 10 سنين بس عنده مشاكل اساسيه في الكونسبت الاصلي بتاع النتورك، فتلاقيه لما بيبقى قدامه مشكله معقده هو ما عندوش حاجه يعني يستند عليها ان هو يحل المشكله ديت، مثلا مشكله راوتنج، مشكله سويتشنج، مشكله اي حاجه، اي حاجه تكنيكال، الاساسات عنده مش سليمه، فده بيعاني كتير قوي قدام. طيب تاني حاجه بلاقي برضو شباب صغير لسه متخرج وعنده حاجز كبير ما بين اللي هو بيدرسه في الكليه وما بين كورس السي سي ان ايه، وبيبقى تايه هو انا اذاكر ازاي للحياه العمليه، هل هي نفس مذاكرتي في الكليه ولا الموضوع مختلف. طيب تيجي تقول له مثلا ايه، في كتاب 2000 صفحة، يا نهار ابيض، كتاب 2000 صفحة ده بقى الدنيا سودت في وشه وهو خلاص بقى ده انا هقعد لي 10 سنين ادرس فيه، في حين ان الناس اللي شغالة وعارفة في النتورك بقى لها 10 و15 سنة او عموما في مجال الاي تي عارف ان كتاب 2000 صفحة ده فل، ماشي شهرين ويخلص، يعني شهر ويخلص، نقرا ما فيش مشكلة. يعني مثلا بيبقى معايا دوكيمنت وانا مش حاجة عجيبة يعني، لا ناس كتير من زمايلي كده دوكيومنت مثلا 200 صفحة، طب ماشي ماشي سيبها لي طيب اسبوع كده وهشوف فيها ايه. تمام، تيجي انت بقى تقول الكلام دوت لشاب صغير لسه متخرج، لا ده بالنسبة له كارثة. طيب ما هي الكتب دي ليها طريقة بتتقري بيها، الكتب دي ليها نظام معين، فمن ضمن الحاجات اللي ان شاء الله هنعرفها ايه هو نظام الكتب ديت. طبعا من ضمن برضو الأهداف الأساسية إن أنا أحاول أقضي على ظاهرة التوهان بتاعت الناس اللي هي لسه بتدخل في المجال، لأن أنا هنا بتكلم مع ناس هو لسه ما يعرفش حاجة خالص في النتورك ولسه عاوز يقول بسم الله. وتعرف إزاي تحدد طريقتك في المذاكرة وطريقتك بعد كده في المذاكرة في حياتك، لأن خلينا كده نتفق اللي هيدخل مجال الشبكات علشان يبقى مهندس قوي لازم يفضل يذاكر، ما يتنازلش ابدا عن موضوع المذاكره. تمام، برضو في الكورس دوت هعلمك ازاي تنظم دماغك، طريقه المذاكره تبقى عامله ازاي، تجهز نفسك ازاي للشغل. الكورس دوت مش هدفه الاساسي ان انت تعدي الامتحان، لا هدفه الاساسي ان انت تبقى متاسس كويس في النتورك، وبالتالي حياتك العمليه يبقى مفتوح فيها اختيارات كتيره ليك، لما تيجي تخش انترفيو في شركه ما تبقاش قاعد مهزوز كده وخايف كأنك لسه طالب خارج من الكلية، لا تبقى انت على الأقل عندك أساسات ثابتة تقدر تحلل بيها السؤال اللي بيتقالك وتجاوب إجابة منطقية.
تمام. طيب الكورس ده بقى هيتعمل ازاي؟ الكورس دوت اولا طبعا هيبقى مجاني تماما على اليوتيوب، زي يعني زي كل حاجه على اليوتيوب. هنشرح الكورس دوت بناء على كتاب من سيسكو، تمام. الكتاب دوت انا هقول لك اللينك بتاعه، وانا ارشح لك ان انت تشتريه، تمام. الكتاب ده في حدود 500 جنيه، 550 جنيه. والله انا كان حظي حلو في فتره اللي هي الكريسماس اليومين دولت، انا وقف عليا تقريبا ب 360 جنيه، 370 جنيه حاجه كده يعني. وانا ان شاء الله هحط لك اللينك بتاعته في الرابط بتاع الفيديو دوت، بحيث برضو ان انت لو عاوز تلحق تشتريه بالفاوتشرز اللي موجوده دلوقتي تقدر تلحق تشتريه يعني. واني واي يعني هو اغلى سعر ليه حوالي 500 جنيه. طبعا انا لما بفكر فيها من وجهه نظري، انا عارف طبعا ممكن الناس ما يبقاش مناسب ليهم ان هم يشتروا حاجه، او ان هم يعني يعرفوا يوفروا فلوس الكتاب دوت، بس خلينا واقعيين يعني. انت دلوقتي عشان تطلع تاخد كورس سي سي ان اي في اي حته على الاقل 2000 3000 جنيه. طيب انا لو انا هوفر لك كورس مجاني وانت هتشتري كتاب مش مني، انا مش مستفيد اي حاجه من شراء الكتاب. لا، ده انا عشان الهدف الاساسي من الكورس انا عاوزك تشتري الكتاب، وهقول لك دلوقتي ايه يعني هنعمل الكورس ازاي عشان تفهم ايه الاهداف. لو انت هتشتريه والله ب 500 جنيه وتوفر تمن الكورس، او حتى بعد كده لو هتروح تاخد كورس يبقى الدنيا بالنسبه لك سهله جدا، انا شايف ان دوت يعني ديل كويس. طيب ليه بقى انا ماسك في حته الكتاب ديت، او افضل حته الكتاب ديت؟ انك تبقى متاكد، انا عاوزك انت اللي تبقى متاكد 100% ان المواضيع اللي انت بتدرسها في الكورس ديت هي مواضيع الصح اللي سيسكو حطاها، والمواضيع الكامله. فانت وانت داخل امتحان، وانت داخل انترفيو، انت عارف السكوب بتاع السي سي ان اي كامل، ما فيهوش اي لبس في اي حاجه. تاني حاجه انك تبقى عارف بالظبط ايه المرجع بتاعك وازاي هتذاكر، ما تعتمدش بقى على ورق من مهندس بيشرح او باوربوينت، لان ده مش هيبقى متاح بعد كده قدام في الادفانسد توبكس في حياتك العمليه. انت مش هتلاقي الكلام ده، انت هتلاقي كتب من سيسكو، هتلاقي دوكيومنت زي ما بقول لك 200 300 صفحه من سيسكو. فانت لو انت اتعلمت تقرا من الاول، وده فادني جدا على فكره انا شخصيا في دراستي للنتورك يعني، كنت الحمد لله بفضل الله محظوظ ان انا اتزق ان انا اقرا. فلما اتزقيت ان انا اقرا بقى دلوقتي زي ما بقول لك دوكيمنت 200 300 صفحه، اه ماشي يا عم خد لنا مثلا 50 صفحه كده في اليوم نخلصهم بسرعه، فبقى الموضوع سهل مش صعب. كمان نقطه كمان، ازاي احنا يعني ليه برضه انا ماسك في حته ان انت، او افضل يعني حته ان انت تشتري الكتاب، ان دايما يبقى عندك مرجع ترجع له لو انت نسيت اي حاجه في النت، او نسيت اي حاجه يعني في السكوب بتاع السي سي ان اي. طيب الكورس طبعا هيبقى فيه باوربوينت كالعاده بشرح منها، ولابات عمليه، واسئله زي بتاعه الامتحان هنراجعها سوا. الكتاب لما انت بتشتريه كمان في ميزه، وانا عشان كده هحط لك لينك معينه للكتاب ده، بيبقى معاه اضافات. زي ايه؟ زي بيبقى في ملخصات لكل تشابتر، في لابات عمليه، في اسئله هنراجع فيها مع بعض، هتلاقي ان الاسئله دي شبه بتاعه الامتحان جدا. وطبعا لو انت في النهايه مش حابب تشتري الكتاب انت حر يعني، ممكن تعتمد على الشرح بس براحتك يعني، دي حاجه ترجع لك انت. وطبعا بعد ما ان شاء الله هنخلص شرح الكتاب هيبقى في برضه محاضرات اضافيه بتشرح مواضيع اضافيه ما بتتشرحش في الكتب، بس المواضيع دي بتبقى مهمة أوي لما تيجي تدخل انترفيو، بتفرق معاك جامد، بتبتدي تربط ما بين النظري وما بين العملي اللي بيطلب منك فعلا في الشغل. فدي برضو إن شاء الله كذا حلقة كده هنعملها، وإن شاء الله يعني هتعجبكم جدا. طبعا كالعادة انتوا بتسألوني أي أسئلة انتوا عاوزينها في التعليقات، وأنا على قد ما بقدر برد، ولو يعني الإقبال كويس أو عدد الأسئلة كان كتير ممكن نعمل كذا لايف ان شاء الله نجاوب فيه على الاسئله يعني، دي حاجه ما فيهاش مشكله يعني. طيب امتى الكورس هيبتدي؟ كالعاده ان شاء الله هنزل حلقتين في الاسبوع، سبت وثلاث. بصراحه حاولت انزل اكتر من كده، او حاولت ان انا ارتب اكتر من كده، بس هيبقى حمل ومجهود كبير، فمش يعني في الغالب مش هقدر عليه. فان شاء الله هنثبت سبت وثلاث، هتبقى الحلقه من 20 ل 30 دقيقه. الفكره ان انا مش عاوز اخلي الكورس حمل على اللي بيذاكره، لان اللي انا متخيله ان اللي هيذاكر الكورس ده حاجه من الاثنين، يا اما شخص لسه في الكليه في اخر سنه مثلا وعاوز يبتدي يجهز للي بعد كده، واحد في الجيش
واحد بياخد كذا كورس بعد الكلية علشان يعني ربنا يرزقه في أي مجال من مجالات النتورك أو مجالات عموما الهندسة، واحد عاوز، واحد شغال أصلا وعاوز يعمل كارير شيفت، واحد مثلا كان شغال أي تي حاجات مايكروسوفت وكده أو بروجرامينج وعاوز يدخل في النتورك فهو بيشتغل ومش فاضي. فالفكرة إن أنا مش عاوز أخلي الكورس حمل عليك. لو انا خليت الفيديو ساعة ساعتين ثلاثة، وده ممكن لان انت في النهاية انت لو خدت اي كورس بره هتبقى السيشن الواحدة على الاقل 4 ساعات. لا انت لو شفت فيديو، يعني انا شخصيا لو شفت فيديو اكتر من 30 دقيقة انا بقفل وبنام، ما يعني انا بعد 5 دقائق بنام اصلا ما بستحملش. فيعني انتوا ربنا يكون في عونكم اصلا في ال 20 30 دقيقة دول. و ان شاء الله الكورس بنسبة كبيرة يعني هيبتدي مع بداية السنة، يعني خلال اسبوع اسبوعين بالكتير. خلاص انا جهزت الاول جزء يعني وهبتدي اسجله قريب جدا، وان شاء الله نكمل الكورس دوت مع بعض. لو عندكم اي اسئله برضو كالعاده اكتبوا لي في الكومنتس، شير الفيديو دوت لكل الناس اللي انت تعرفها مهتمه بالسي سي ان ايه. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب في القناه. شكرا جدا، اشوفكم ان شاء الله قريب. السلام عليكم.